بوينت. اكتب كده فلاش امبليفاير بوينت درجه الوميض او درجه الاشتعال. علم معايا كده على الديفينيشن في 127 فلاش بوينت is the lowest temperature at which the oil lubricant gives off enough vapors that ignite for a moment when a small flame is brought near to it. While fire point is the lowest temperature at which the vapors of the oil burns continuously for at least 5 seconds when a tiny flame is brought near to it. عشان يفهمك بقى بقولك in most cases تبقى الفاير بوينت اعلى من الفلاش. مفهوم الكلام ده يا شباب؟ فاهمين يعني ايه الكلام ده؟ لا ما هو ليه؟ ما هو يعني بص يا سيدي معظم الاحوال هم ممكن الاثنين يبقوا قريبين لبعض. لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ ده الاهم في الناس. ايه الفرق؟ عارف؟ ايه الفرق؟ لا انا مش قصدي من هنا. يعني بص يا شباب يعني ايه فلاش بوينت؟ انت لو انت عندك سائل بترول خلاص؟ الكول كيروسين مش انتوا بتسمعوا ان في عربيات مثلا تبقى شايله كونتينرز كده كبيره تريلات كبيره كده شايله سولار مثلا صح؟ اللي مصر بتعاني من ازمه السولار مش كده؟ طب انت دلوقتي السولار ده بتنقله من مكان لمكان مش السولار ده سائل مشتعل بيتبخر. كلمه فلاش بوينت يعني ايه؟ ان انا لو عندي كونتينر كده وفي هنا سائل البترول واخد بالك اويل سولار اي حاجه وانت جيت سخنت ايه اللي هيحصل؟ هيتبخر طبعا تسخين غير مباشر طبعا سخنش لايف هيطلع بيض. لو انت قفلت على البيبر ده فالبخار هيزيد في الجزء اللي هنا. فبتيجي تقرب فليم او لهب للبخار اللي موجود هنا. اول لما يجي لك فلاشنج زي فلاش الكاميرا كده نور وينطفئ. يبقى دي الحراره اللي عندها السائل ده ادى كميه كافيه من البخار. اول لما قربت فليم او لهب عملت اضاءه كده زي فلاش الكاميرا. دي اسمها الفلاش بوينت. طب لو زودت درجه الحراره شويه هتلاقي الليكويد نفسه ايه؟ خد بالك بقى فاير اشتعال. لكن اللي اسمها وميض فلاش. طب ليه بدرسها؟ عشان لما اجي انقل سائل بترولي من مكان لمكان لازم اخد بالي الفلاش بوينت بتاعته. ينفع يكون الفلاش بوينت بتاعت السائل ده مثلا يعني 40 درجه وانا اروح انقله لمكان حرارته 50 درجه او 60 درجه. طب منطقة الحرارة دي هتخلي الليكويد اللي موجود عندي يطلع بيبر يطلع ضغط عالي جدا اي فليم اي لهب على البريشر ده هيولع منه. اخد احتياطاتي بقى استخدم تنكات تكون بتبرد حواليها كويلز كده تبريد على اساس ان انا ايه اخفض درجة الحرارة الخارجية ما تأثرش على الحرارة بتاعة الليكويد يوم يتبخر معايا ببطء مش بسرعة. يعني انا بستخدم الكلام ده المعلومات دي ليه؟ لما اجي اعمل نقله او تداول للسوائل القطيه. مش هقول لك في اي مواصله عامه ممنوع تطلع بجهه السولار او بنزين او كده ما ينفعش. لان مواصله عامه باص او ميكروباص او حاجه الجو حر والباص كل شويه يقف يفرمل فالليكويد يقعد يحصل له شيكن مع الحراره العاليه البخار هيطلع ينفجر على طول. واخد بالك؟ في وقت من الوقت لو تسمعوا عن حادثه القطر بتاع الصعيد. مين حادث قطر الصعيد؟ سنة كام الحادثة دي؟ 2002 وكام؟ 2002 تذكر بس هي ممكن هو بيقال الناس كده اللي ماتت دي كلهم ان هم الناس اللي هم الوسطاء يعني طلعوا الوابور اللي هو بتاع الجاز ده والكيروسين واللي هي الشعلات دي طبعا مع الحراره مع الرد مع يعني فده اللي اتسبب في الاشتعال بتاع الصعيد الحراره عاليه جدا. فيعني ايه ده الهدف من فلاش بوينت؟ ازاي بنقيسها بقى؟ على اساس بصوا معايا كده انا هعمل معاكم واجب كويس قوي. شايفين الجهاز ده؟ اهو هوريكم ده وهوريكم الجديد بتاعه. شايف انا عملت معاك الواجب كده ده انجلر خلاص هنا بقى بصوا بقى شغال ازاي الجهاز ده. جهاز اسمه رسمته هنا اهو صفحه رقم 128 اسمه بيلسكي مارتن
فين السكيمات؟ الجهاز هو يا شباب يا صغير. هنا هنا كاب بي او الكونتينر اللي بتحط فيه الماده اللي عايزين نعرف الفلاش بوينت الخاصه بيها هتبقى كام درجه. نحطها لغايه علامه معينه هنا ونقفل. وكل اللي انا هقول لك ده بيتم اوتوماتيك ديجيتال لوحده. ايه اللي بيتم اوتوماتيك؟ بيحصل ستيرنج جوه ها وبسخن هنا. كل ده بيتم في نفس الوقت. وفي دراع هنا برضه بيفتح اوتوماتيك كله لوحده. هوريك دلوقتي في دراع هنا بيفتح كده. الدراع ده لما يفتح هقرب فليم او لهب من البخار اللي هنا. لقيت فيه فلاشنج او رميد يبقى دي فلاش بوينت. طب لو ما لقيتش او قبل الشاتر كنترول ده اسمه شاتر كنترول ده يفتح ويقفل او مقفل وارجع اسخن تاني واجي اقرب الفليم تاني عند حراره ايه اعلى. ينفع اسيب الدراع ده مفتوح على طول كده يا شباب؟ إيه لو سبته مفتوح اللي هيحصل؟ البخار هيتسرب يعلى. الجهاز ده اسمه ايه؟ بينسكي مارتن للفلاش بوينت. الموديل الجديد بتاعه اهو. ده بقى سعر 1800 حاطين له بقى ايه في الهلال والنجم. دي المفاجأة بقى للجهاز ده اهو. شغال عشان تبقى محدش يتكلم ها؟ محدش يتكلم. مش شغال. في شاشة اهي. شاشة بتطفش بقى ولا مش بتطفش؟ شاشة ديجيتال يا شباب، شاشة رقمية. نفس الفكرة. نفس الفكرة. يا ابني أنت هتاكل الجهاز كده. بص كده، نفس الكلام بسخن والحرارة بتظهر لي على إيه يا شباب هنا؟ على الشاشة الإيه؟ ديجيتال. لا الديجيتال أنا هنا خالص. ما فيش ديجيتال، واخد بالك؟ فباجي بفتح هنا كده أهو. خد بالك من الحركه. بص وانا بفتح كده شايف ده بينزل لوحده برضه. انا ما عملتش حاجه، كل حاجه بتكمل لوحدها. فبينزل لوحده بيطلع فليم او لعب الفليم ده يدي لك الاضاءه والفلاش لو وصلت الفلاش بوينت. يعني في بخار موجود هنا، فهو لما اقرب الفليم او الشعله دي منه تلاقي البخار ده شعر على طول. اول لما يشتعل فانت بتسجل الحاره دي على الشاشه اللي ايه يا شباب؟ على الشاشه الديجيتال. واخد بالك؟ الجهاز ده اسمه ايه؟ فينسكي. وكله اوتوماتيك. هو ستيرر هنا بيلف اوتوماتيك، حراره اوتوماتيك، كل حاجه بيشتغل لوحده. واخد بالك؟ ده جهاز اسمه ايه يا شباب ده؟ اسمه ايه الجهاز ده؟ ده اكتر جهاز نركز عليه يا شباب، اسمه فينسكي مارتن. خلاص؟ الايه؟ هيشتغل؟ يا ابني ده كويس انا وريتهولك اصلا. اشتغل ايه؟ يعني احنا شغلناه قبل كده. انت مش شايف انه شغال؟ شايف الحراره عامله ازاي؟ ايه؟ بتطلع هنا واخد بالك؟ بتقرب الفريم ايه؟ حسب الاحتفال ده كله موجود اهو.